في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. الشخص اللي هكلمكم عنه النهاردة راجل مؤدب، مؤدب جدا، بلسم والله، بلسم تحطه على الجرح يطيب. أي والله، ومن كتر أدب صاحبنا ده إنه ممكن أحيانا يكسف يقول رأيه حتى في حاجة تخصه، أحيانا يسكت على حاجة تضره، وأحيانا يفرط في حقه عشان مكسوف يطالب بيه. تصوره ولما تقوله ليه يا ابني، ليه تعمل في نفسك كده، ليه تطمع الناس فيك بالشكل ده؟ مؤدب والله يا عمرو، خديتي كده طبيعي كده، محبش ازعم حد ولا جادل حد ولا حرك حد ولا زعل حد، اهلي ربوني على كده. ام الله يرحمها كانت دايما تقول لي يا ابني يا بخت من بات مغلوب ولا بات غالب، عشان كده تلاقيني دايما مؤدب حتى مع الوحشين. والله يا عمرو مؤدب. غلط يا زيزو، غلط يا اخويا، ما ينفعش تبقى مؤدب مع الوحشين دول بالذات، لازم تعاملهم معاملة تانية خالص. هتسكت لهم هيستعبطوك، هيفتكروك ضعيف يا زيزو، ولو حسوا انك ضعيف هيسوقوا فيها ويدوسوك. لا ايه اللي يدوسوني دي، لا يمكن يا عمرو، محدش يقدر يدوس على كرامتي او يقرب منها، ده انا ممكن اطلع. ايه يا اخويا بتقول ايه؟ ولا هتقدر طبعا تعمل له حاجة، ما هو شاف الباب مفتوح على البحري فدخل بحماره. يا عم المؤدب يا زيزو، في فرق كبير بين الأدب والخنوع والاستسلام. الأدب حلو مع المؤدب، والمعاملة الطيبة مع اللي يقدرها ويستاهلها، إنما تعمل مؤدب مع شخص يستغل أدبك ويسوق فيها غلط، وستين غلط كمان يا زيزو، ده ما اسموش أدب، ده اسمه حاجة تانية مش عايز أقولها عشان ما تزعلش مني يا عبد عزيز. عارف هتقول إيه يا عم عمرو؟ هتقول تاني إني ضعيف وإني بستخبى ورا قناع الأدب ده عشان أداري ضعفي وعدم قدرتي على المواجهة. عارف يا سيدي، ما أنت دايما بتقول كده، بس أنا عايز أقولك بقى إنك غلطان. الأدب هو الأدب، ملوش اسم تاني. الناس زي اللي بتفهم المؤدب غلط، وأؤكد لك بقى إن هذا المفهوم غير سليم تماما، غير سليم بالمرة يا عمور، غير سليم تماما يا باشا، وعلى رأي سعيد صالح إطلاقا إطلاقا خالص. طب أنا هحكي يا زيزو للناس وأشهدهم عليك وعلى أدبك اللي أنت بتفهمه غلط. فاكر يوم ما رحنا السينما؟ فاكر يا عبد عزيز؟ وكنا واقفين قدام طابور التذاكر، وكل ما تيجي واحدة توقفها قدامك في الطابور لغاية ما خليت كل الستات اللي داخلين السينما قطعوا التذاكر قبلنا ودخلوا هما، ولما جت دور علينا كانت التذاكر خلصت والكراسي اتملت وما دخلناش الفيلم يوميها. فاكر يا المؤدب ولا مش فاكر؟ ايوه فاكر، ويوميها بالمناسبة كنا رايحين فيلم الممر ومعرفناش نلحق الحفلة واضطرينا ندخل فيلم لا لا لاند. تاني يوم بقى روحنا بدري وشوفنا الممر برضه، ما حصلش حاجة يعني لما خلينا الستات يوقفوا في الطابور قبلنا. يا اخي ايه يعني فيها ايه؟ ريدس فارست يا اخويا، ما معلوماتش في المدرسة ان ريدس فارست؟ ما تعرفش ان من الذوق والادب والشياكة انك تسيب مكانك في اي طابور او اتوبيس او مترو لوحدة ست؟ عجيبة والله يا اخي، هي الدنيا جرى لها يا عمور؟ لا 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 لا، دي الدنيا جرى لها حاجات كتير يا زيزو، ده انت يا حبيبي اللي عايش في اللالا لاند وفاهم الدنيا غلط، والله فاهمها غلط يا عبد عزيز. في فرق كبير بين الادب وبين الشياكه في التعامل، بين الهبل والسذاجه والعبط اللي انت فيه يا اخويا. بقى يا راجل توقفني معاك قدام السينما ساعتين وما اعرفش ادخل، وتفوتني الحفله وتقول لي اصل الستات لازم يدخلوا كلهم السينما الاول يا عمرو، اصل ليديز فيرست يا عمرو. طب اهو ادي الليديز فيرست خلوك لاست فيرست، تضيع دورك في الطابور وما تاخدش حقك حتى يا حضره المحترم. شفت يا عم اهو، ده اللي دايما بيزعلني منك، ما بتفهمنيش وبتقع في بير الغلط، وكمان بتغلط في اخوك عبد عزيز، اخوك وصاحبك زيزو، توصف ادبه واخلاقه العاليه بانها سذاجه وعبط. شفت اهو انت غلطت، وخليني انا بقى مؤدب ومش هرد عليك،
ايه رايك بقى؟ والله ما هرد عليك. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغايه نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمه ورد غطاها دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، اداء الفنان احمد صيام، اخراج تامر حسني.